أعزائي المشاهدين مرحبتين بيكم مرحبتين بيكم مرحبتين بيكم في حلقة جديدة من برنامج النانا اللي إن شاء الله نهدرس فيه اليوم أنا وياكم على حاجة كبيرة وحاجة كنا نحبوها وحاجة وين ما نلقوها نعرفوا لنا فيها الحياة اللي هي وين في المية والمية وين احنا لقينا النخلة النخلة زمان يقولولها أمنا النخلة فعلا النخلة أمنا النخلة أمنا بالروعة اللي فيها النخلة هي الظليلة النخلة هي الواحة النخلة نخلة أم العرجين النخلة اللي فعلا من أساسها لراسها فيها الخير اللي من عريقاتها لفسيلها لجباراتها فيها الخير اليوم خاطري إني إن أكيد نبي ندلع اليوم النخلة النخلة اللي هي زي النانا وزي النانا بنت بلاد قداش ما هي فعلا نخلة وبعرجينها ومضللة حتى النخلة راهي فعلا نقول أنا فيها سر للحياة فيها علاش سر الحياة كل وين ما تلقى نخلة أعرف إن في واحة لما في واحة يعني في ظل لما في ظل يعني في مية يعني في مية يعني في الحياة فهذه نقولوا إحنا خرافة أم بسيسي هي مش خرافة بسيسي أم بسيسي اللي في الأخير هو كل توصلنا للوهم هذه النخلة بتوصلنا للحقيقة الحقيقة اللي هي حقيقة الحياة حقيقة الحياة فعلا لما نبدو بيغرسها كيف نغرسوها النخلة كيف نغرسها في مرات ربي هيكي نقولوا إحنا زق طير يعني من نوايا أحدفها عابر سبيل يا سبحان الله نترت بقدرة المولى ودارت نخلة كبرت النخلة النخلة هذه مرات تطلع لمتمرة مرات تطلع دكار مرات تطلع فيها فسائل الفسائل هذوكايا ناخدوهم مرات تطلع فيها دكار يعني نخلة دكر إحنا ناخدو منها الدكار راهو ربي لم يخلق أي شيء عبث كل شيء خلق بموازين اللهم لك الحمد فهذه النخلة خلينا نتبعه المنبت متاعها ونبتت ودارت جبارات في جنبها النخلة بدت تطوال النخلة بدت تطلع أول مرة خلينا نقوله الجريد تطلع جريدة والجريدة والجريدة يتبعد شوية الجريدات عليها نجيو احنا نقص الجريدات تقعد هي زمان تطوال وحنا نقص الجريد وهي تطوال الجريدات يبوا يديروا هم زي احنا نقولوا باش الكرنافه مازال تبدا كبيره وفي الغليظه وفي الاخير لكن تبدا كانها انت تقصها تدير لك حوايجها كانها درجه باش تركب عليها وباش تقعد انت تركب بالدرجه لين ياتي الله فرجه لين توصل في العرجون مازال ما وصلناش العرجون قاعده النخله تكبر معانا والنخله العام هذا ما بينتش نقولوا ما بينتش العام الجاي العام اللي بعده تقعد الى 3-4 سنين وبعتالي تبين تطلع لنا عريجينات والعريجينات هذومايا نلقوا نعرفوها البلح نتاعها شنو هو البلح نتاعها هل هو بيوضي هل هو حلاوي هل هو بيطلع لك برنسي بيطلع لك طابوني انت وبختك احنا مازال ما عرفناش لان عرفت مش غارستها من الاصل اني ني عارفاتها لكن وكان غرستها واخدتها جبارة من نخلة معروفة نعرف أن هذه خديتها هذه نقول جبارة اللي هي الفسيلة باللغة الزراعة وهيك بلغتنا الدارجة نقول جبارة خديت الجبارة هذه من النخلة الطابوني خديت الجبارة هذه من النخلة البيوضي نعرف أن هذه حتطلع لي العريجينات والبلح اللي جاي إن شاء الله بإذن الله يطلع لي نفس النخلة اللي خديتها منها أنا طبعاً نحب الحلاوي هلبة ونحب نحب الحموري إحنا نقول الحموري هو البرونسي يطلع لونه أخضر وبعتالي شماله يولي ويولي أحمر وبعتالي يبدأ النابي داكن وبعتالي يولي لين درجة السواد اللي هو يبدأ رطب وكنا غالي علينا البرونسي ونحبوه وفعلاً كل رمضان مرات يلحقوا عليه ومرات نخزنوا فيه بصراحة حتى لو جاي في الموسم توا يجي آخر رمضان ندسوا فيه وحتى للسنة الجاية يقعد ونقعد ناكلوا فيه ما شاء الله نقول إحنا طول العام هذه بركة النخلة ما زال فيها بركة تانية النخلة لما تبي أنت تبي تاخذ أعرجين باش أنت توا كبرت النخلة وخديت العرجين تستفيد بالبلح
تنحي من العرجون، والعرجون هذاك نديروه أداة للتنظيف. الله ينظف عرضكم، نكنسوا به في جناناتنا، نقولوا له العرجون، نسموه العرجون، يعني يربطوا شويه باش ما يقعدش مشرتع كبير، ونقعدوا نكنسوا به في المكانات، سواء كان عندك جنين، كان عندك حويج عربي، كان عندك يعني مكان في ثانيه، كله تنظف به فم حوشك، تكنس به. هذا العرجون شنو يستفيدوا منه الناس. مازال في حاجه ثانيه، مازال الجريد، خلينا نبدأ بالجريده. الجريده فيه هلبة ما شاء الله صنايع، وفي هلبة حاجات جنينة. لو احنا اخدينا الجريدة ناخدوا منها أول حاجة العصية اللي احنا بنديروا بها المراوح. أنا مروحتي اليوم ما جبتهاش، اللي هي مروحتي اللي هي مسعف، اللي هنا فعلا نستخدمه فيها كنا إلى الوقت الحالي، ولا يزال الناس ما شاء الله تستخدم فيها الجريد. الورقة السعفة يسموها، الجريدة هذيك كلها الكبيرة يسموها الجريدة، العصا الكبيرة هذيك هذه يسموها عصاة الجريدة، السعفة الصغيرة يسموها سعفة. السعفة هذيك هي اللي فعلا يخدموا بها، فاش يخدموا بها في يخدموا فيها في هلبة صناعي هلبة حاجات، احنا نقولوا صناعات، صناعة السعف نقولوا السعفيات. نديروا منها في العلايقة، نديروا منها في القفة، نديروا منها في البدروية اللي نقعمزوا ناكلوا عليها، نديروا بها في القفوف، نديروا بها في المراوح اللي نشوا بها، سواء المروحة اللي نزندوا بها على الكوجينة، ولا على الكانون، ولا اللي نشوا بها ونبعدوا بها في أكيد في النو متاع الصيف، والصيف إن شاء الله يكون ظريف ظريف خفيف، ولكن نستفيدوا منها فيها الحويجات هذه. النخله مازال فيها تماير اللي ما نقدرش لا تحصى ولا تعد. لما ناخذ ويرطب في زي البرونسي نشققوه ونجففوه ونحوا من النوايا، النوايا ما نلوحوهاش، النوايا يدقوا فيه ويوكلوا فيه، يديروا فيه علف للحيوانه، الحيوانات اكرمكم الله. صار نستفيدوا من العلف من النواة. التمر نشققوه ونديروا منه الرب، الرب اللي احنا نغلوه هذاك البلح البرونسي، ونصفوه التصفايه الاولى، وناخذوا التصفايه الثانيه ونصبوا الميه ونغلوا ثاني الى حتى ثلاثه مرات، ونصفوه كله، وبعتالي نصفوه ب يعني بكسكاس عادي، وبعتالي نصفوه بعد التصفايه الثالثه بتسيت ميل حرير بحويجه قارزه بحجر قيقه بكل، وناخذوا هذاك اللي صفيناه ونغلوه نغلوه نغلوه لوين ما يتعقد ويولي رب. هذه صناعة الرب، هذه منين ناخذوا فيه؟ من النخلة، النخلة أمنا الباهية اللي فعلا تجود علينا بكل حاجة فيها، راهي ما تتلوحش. نقول لكم ما فيش حاجة تتلوحش. لما تكبر الجريدة وتولي خلاص نقولوا احنا قريبة جف، يقصوها ياخذوا الجريدة متاعتها، الجريدة اللي هي العصاء نفسها ناخذوا نديروا بها، يديروا بها اغراض تو نقول لكم عليها، والكرنافه اللي هي يعني الغليظه يديروا بها، يولعوا بها في النار، يطيبوا بها يعني زمان، يرموا بها في الخبز الفرن، يعمروا بها يعني في النار نتاعهم، يكبروا بها في نيرانهم، يستفيدوا بها يعني في الطهو، في الماكله، والله في صناعه الخبز اللي هي في الفرن. هذه بالنسبه للكرناف. ويقولوا احنا لما العيله ما يتلايموش ولا شيء يقولوا زي حزمه الكرناف، لانه ما تقدرش تربها، فكله يرفعوه يعني ينقلوا فيه نار بصعوبه باش يقدروا يعني يولعوا به نارهم. هذه بالنسبه للكرناف. مازال قاعدين النخله احنا في 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 يعني في عمرها قاعده، وقاعدين نستظلوا بها، وكل موسم ننزلوا منها في البلح. كان بلح نتاع رطب شنو نديروا؟ نقولوا الهزه الاولى، نركبوا بحاجه يسموها الوصله، حتى هي نصنعوا فيها من حاجه من نقولوا احنا الليف نتاع النخله، يربطوا يبدا يربطوا به، ومع الخيوط نتاع الجريد السعف سامحوني، ونقعدوا يفتلوا فيه ويديروا فيه احبال، ويديروا فيه يركبوا به، ويحطوا معاهم في حاجه اسمها المرمه، ويركبوها معاهم لوين؟ للنخله اللي فوق. شنو يديروا؟ ياخذوا العرجون يهزوه باش تطيح منه رطب، بس ما يبوش يطيحوه في الارض وفي التراب. وهذه ينزل يقولوا كان الهزه الاولى تبدا صراحه نقولوا فيها الخرشوف، فيها الرطب اللي مش قليل، ف
فالهزه الاولى يديروها علف للحيوانات اكرمكم الله وتمشي. الهزات الثانيه تبدا عاد قنينه يعرفوه يشبهوا العرجون ما شاء الله كله يلمع، فيجيبوا شني يجيبوا يركب الراجل بالوصله ويركب الراجل بالوصله ويقعد يهز في النخله ويحط فيها الرطب يصبها في هذيك المرمه وينزلها، ولا في العلاقه وينزلها. في حاجه قنينه ما نبيش ننساها ونبي نفكركم فيها، كانت الاستئذان ولو هي نخلة مثلا في الثانية قريبة ما بين الحياش، والله في حوش في السطحوش وقريبة من الحياش الثانيين، لما يجي الراجل بيركب شنو يقول؟ يقول الطريق الطريق، يبدا يستأذن من جيرانه انه هو راكب بيهز النخلة، راكب بيقص العراجيل، فعندهم آداب للجيرة، آداب للاستئذان، باش يخش يقولوا حاشا وجهكم وحاشا قدركم، يقول خش يا مبارك بحمارك حاشا قدركم، لا لا كل شيء عنده وصوله وكل شيء عنده استئذانه وما شاء الله. فيبدا يركب يبدا الطريق الطريق، فيسمع الشارات اللي كانت في وسط الحوش يعود يخش يتجاروا لديارهم اللي راسها عريان تغطي راسها، ويعرف نجارهم بيركب يهز النخله ولا بيقص العراجين. هذه علاقة العرجين وعلاقة الجيران بالنخل، لكن احنا مازال علاقتنا بأم النخلة. النخلة لو كبرت وخلاص خلاص ومعاش بتعطي، ولا لا سمح الله هزها ريح، وإن شاء الله ما يهزكم ريح، إن شاء الله ديما تبقوا شامخين زي هالنخل الشامخة، يقول لك ترميها بالحجر فترميك بأحلى ثمر. فعلا فعلا هذه النخلة وهذه كرمها في العطاء، لكن لو أشاء القدر وإن عمرها قصر وطاحت النخلة ما زال تعطي راهو مش حتنساكم في العطاء. ففعلا نقصوا يجوا يقصوا في الراس الفوقي، ينحوا الجريد وياخذوا قلبها ياكلوه في حاجة بيضة زي جمار لقلوبكم، زي قلوبكم أبيض، نقول جمار الأبيض زي قلبي اللي قلبكم أكيد أكيد إن شاء الله مليان بياض ومليان صفاء، فناكلوا منها الجمار اللي رايح زي العسل نسموه الجمار. صار ناخذوا من خيلة اسمها جمار، ياخذوا منها حاجة تانية حتى هي قاعدة واقفة اللي هو اللاقبي، اللاقبي حتى هو عصير جنين يطلعوه من قلب النخلة ويبدأ يشربوا فيه، يحطوه في حاجة يصقعوه وفعلا فعلا يكون مصقع ويشربوه هو بارد، وهذا اللاقبي يحبوه الناس وفعلا في بنة حلاوة عليه مزاج هيك مزاجة عليه شوية هيك في بنة جنينة، فالناس تفضله ويحبوه خاصة في أهل أهل يعني الناس اللي لهم علاقة قريبة من النخل وليهم علاقة قريبة مربوطين هلبة بالأم النخلة. لما قلنا يستفيدوا الجذع بتاعها يقصوه، يا سبحان الله خليكم معي وتخيلوا معي كيف ينقص. تنقص النخلة بالطول، بحتالي تنقص بالعرض، لو شنجد جد أربعة أرباع كل ربع ينقص بشكل طولي، فكلها تجي كأنها مثلثات مثلثات. هذا شنو يديروا بيهم؟ يسقفوا بيهم في البيوت، يسقفوا بيهم في الديار ويسموها دار الصنور، ونقولوا دار الصنور اللي فيها العرضاوي خلي حتى هو يفوت ما نبوش نقولوا. فكانوا زمان يسقفوا بيها في الحياش، يسقفوا الحياش ما يسقفوش يسقفوا في الديار، فكانوا يسقفوا فيها في الديار. فأنا ما عنديش نقول إلا نقول يا نخلة الجامع يا نخلة الجامع عليهم قولي، فاتوش من تحتك رقاق الحوري، قالت فاتوا من شبحهم حتى عروقي ماتوا، جيبوا رشاوي والدلو تعالولي، قالت فاتوا من شبحهم حتى عروقي ماتوا، جيبوا رشاوي والدلو تعالولي، يا نخلة الجامع عليهم قولي، فاتوش من تحتك رقاق الحوري. هذه علاقتنا بالنخلة وأثرها في حياتنا اللي ما يبيش ينقطع إلى ساعتنا هذه، وإحنا ملاصقين للنخلة والنخلة ملاصقة وإحنا ملاصقين لظلها. إن شاء الله ربي ما يحرمني من ظلكم، نتلاقى أنا وياكم في حلقة جديدة من برنامج النانا.